بون لو لايف تاع سوسوار راح نبداه بواحد العمل صوتيا برك. واحد العمل داروا انسان مربط. الجزائريين في وضعيه وين؟ كون ما نضربوش على رواحنا رايحين يكرازونا يكرازونا لغراند بيسونس. شوفوا الشعب الجزائري كون يكون ضاري اتر غران حنا محتم علينا نكونوا قويين، محتم علينا نكونوا كبار، محتم علينا نكونوا غوال. مالوريزمون سبوعة ماتوا دركا جاو لليونسو أشبال. حنا لابيل تاعنا للأشبال باسك علاه الأشبال لليونسو دمان فون دوفنيغ دي ليون. Nous sommes les lions de la nouvelle Algérie. Nous étions les lionceaux. Hier, là, nous sommes les lions d'Algérie. Je n'ai pas ce bois à caractère donc. J'appelle le peuple révolutionnaire. Les braves. Je n'ai rien de savoir rien. J'ai l'occasion. Je n'ai pas le cas. Mon âme. Mon âme. Mon âge de l'Hurra. Je ne sais pas ce ما نسحقوش الصين، ما نسحقوش أمريكا، وما نسحقوش أوروبا. جاء الوقت أنه إحنا كقوة تاريخية، حضارية، أمازيغية، نكفوا على رب رجلينا، إيوس ديفوند. إبا إحنا كون يبقى منا واحد، راح يدافع. عن الوحدة الجزائرية الأمازيغية الماسينيسية كفكر كإيديولوجيا كنظرية تطورية. فلتسقط الإيديولوجيا الإسلاموية، فلتسقط الإيديولوجيا الشيوعية، فلتسقط الإيديولوجيا الإمبريالية الليبرالية. فيف الإيديولوجيا الماسينيسية الجزائرية الحرة المنبثقة من قلب وروح الشعب الجزائري الحي ومن روح اسلافنا. تحكيوا على السلفيه تاع ابن تيميه، خلينا نحكي لكم على السلفيه تاع ماسينيسا وجوكرتا وكاهنه اي كومباني. فيف لاجيري ماسينيسيان. بون هذا سيت ان ريزومي دارو جوبا بروميي اكسلون ريزومي باسكو هذه هي الحقيقة اللي تتبلور أمامنا درك في الأوضاع الحالية للعالم درك. جو بونس كو سي كلير بور تو الموند ميتنون كو كل واحد يضرب على روحه. الأمور ولات واضحة أنه الإنسان الأبيض الأوروبي والأمريكي الشمالي هو الإنسان، ومن بعد الأخرين درجات. بصح الإنسان الحقيقي اللي العالم كيما نقولوا حنا يعترف به ويعتبر لازم يحميه ويعتبر انه لازم يقوم به وانه يدافع عن حقوقه هو الابيض. الله غالب سي كوم سا. هذا هو العالم. كنا نقول لكم من بكري لو موند هذا فيه زوج، كاين السبع وكاين الكبش اللي ياكلوا السبع مشوي. خيروا لا بوزيسيون تاعكم. هنا في لو بتي ريزومي اللي داروا l'excellent et Juba, on est condamné à être puissant ou à disparaître. محكوم علينا أننا نكونوا أقوياء ولا نزول. On est condamné à être fort. Maintenant pour être fort باش نكونوا أقوياء لازمنا نتخلصوا من العقبات اللي قاعدة تقهقر في الجزائر للوراء. Il faut qu'on en finisse avec les obstacles qui provoquent une régression sur tous les plans du peuple algérien et de la nation algérienne. En Akonsengoul, la nation n'existe pas, il faut la créer. En fait, la nation, elle existe. Il faut juste l'identifier. La nation, elle existe. Elle existe à partir de l'histoire. On a existé en tant que royaume puissant,
اون ا اكزيستي اوسي كمملكات متغيره الجغرافيا تاعها في الجزائر، مملكات امازيغيه. دونك نعود للهويه الحقيقيه والاصل نتاعنا. قضيه الديانات نحطوها بعيد بعيد بزاف، لا دخل للدين في الهويه او في تاسيس امه جزائريه قويه. الدين ما عندوش علاقه، كل واحد يتاخذ الدين اللي يخرج عليه. بصح كاينه حاجه، باش تكون امه لازمها تحترم نفس القوانين، يعني القوانين اللي ديرهم الدوله واللي يتفق عليهم بيان سور مؤسسات نتاع الدوله والشعب عبر الممثلين نتاعو اكسيتيرا. دونك اون اي كونداني ا تر بويسون. كاين ناس داروا دراسات حول ربما توقع مشاكل بين الجزائر والجار الغربي. كاين ناس بداو يطبلوا، علاش ما فهمتش على واش، اون كا دو غير لالجيري كونتر لو ماروك. بون لو ريسك اكزيست، ما نقولوش لا لا، الله لا يجيبها. هذه الاولى، لانه ما كانش حرب، يعني حرب اسلحه ومواجهه عسكريه ترجع بالفايدة على الدولتين، الرابح فيهم يخرج خاسر لأن أصلا ضعاف. بصح كي تتحتم لك الأوضاع أنك تدخل في مواجهة عسكرية لازم تكون قدها، فنحن لها. الموضوع تاعنا موش اليوم المشاكل اللي عندنا في المنطقة تاعنا، الساحل، لو ماروك، لا ليبي. المشكل تاعنا اليوم هو الحل. اسك الحل كاين باش الجزائر تستقل ولا ما كانش؟ الحل كاين، مازال شويه وقت. علاش مازال شويه وقت؟ لانه كيما في مساله رياضيه تقوم لين بار لين ديكورتيكي حتى تلقى الحل، لا سوليوشن تلقاها. دونك لازمنا منهجيه ثوريه، يفو ميتر ان بلاس قبل لي زيليكسيون بريزيدونسيال الجايين منهجية ثورية ونوع من المقاومة السلمية الذكية الفعالة، ماشي السلمية السلبية تاع الندابات الحمام اللي حوسوا يشكيو اللوني ولاش سيار. درك بان الماتش، ما كان لا لوني لا لاش سيار لا جنيف لا يديك لا يجيبك، مول الدرع يفوت. دونك علاه مازال الوقت؟ هل قادرين نحطوا منهجية ثورية؟ إجابة عندكم. والمنهجية هذه لواش تخضع؟ هل تخضع لطبيعة الشعب، طبيعة الأوضاع السياسية، أم راح تكون كيما دلا بيبليسيتي دلا ريكلام الفارغة، سيتادير باش نبيعو أن برودوي للشعب مي البرودوي هذاك فارغ وما يلحقش الأهداف نتاعو.